لقاءات مع الممرضين والممرضات بمختلف المناطق اللبنانية، متعرف على تفاصيله بعصحة السلام. صباح الخير ضيفتنا ربيعة السعيدي، عضو مجلس نقابة الممرضات والممرضين، أهلا وسهلا فيك. بدنا نحكي عن هالحملة الوطنية اللي عنوانها لقاء في كل قضاء مع الممرضات والممرضين، شارك افحص وتعرف. فينا نتعرف عليها بالأول بهاتي في سي بشكل سريع ونرجع لعنك. يلي شفناه بشكل كتير سريع، بس هلأ بدنا نكون معك بتفاصيل أكثر عن هالحملة. أول شيء، ليش تقررت هاي الحملة أنتو كممرضين وممرضات؟ الحملة الوطنية انطلقت بناء لعيد الممرضة العالمي يلي حبينا السنة يكون مميز ونحتفل فيه بكل قضاء مع كل ممرضة، وكل ممرضة تقدر تشاركنا لأنه المسافات أوقات بتكون عائق وما بيقدر الممرضات ينزلوا يشاركوا مركزيا ببيروت مطرح ما بينعمل عادة الاحتفال. بقى كانت الفكره كثير حلوه واندرست وبرعايه وزاره الصحه اطلقناها، بلشنا من اول نيسان وحتمتد الأراد لاخر تموز. تفاصيل اكثر بعد بدي اعرف مين راح بيكون في، شو صرتوا عاملين من نيسان لهلا، باي اقضيه برمتوا، وين بلشت الحمله، وشو عم بيصير فعليا بالمراكز اللي عم بتكونوا موجودين فيها؟ مثل ما الحملة اسمها لقاء في كل قضاء، دونك عم نتوجه نحن لكل قضاء. صرنا بيرمين 5 أقضية وبعد في عنا 7، يعني حنغطي كل لبنان الأراد. بهالحملات عم نتوجه لكل العالم وللممرضين اللي ديجا خلصوا عم يشتغلوا وللممرضين التلاميذ. بهاللقاءات مثل ما هي الأهداف أو السلوغان بيقول شارك تعرف وافحص، نحن هاتفين لمشاركة أكبر عدد من الممرضات والممرضين يجوا يلاقونا لحتى نحتفل سوا بعيد الممرضة العالمي. وعم بيكون في مشاركة، مثلا نحن طلعنا على قضاء زحلي، ما بيكونوا بس الممرضات المشاركين بس من قضاء زحلي، عم بيكون في ممرضات وممرضين عم بيرافقونا من غير أقضية من بيروت ومن الجنوب حتى الكل يتعرفوا على بعضهم على قضاء زحلي. هيك عم بتتم المشاركة والتعارف بين الممرضين وبتتعزز أطر التواصل أكثر بين بعضهم، وخصوصي المشاركة اللي كانت هاتفي لتلاميذ الممرضين لحتى يتعرفوا على ناس سبقوهم ديجا بالخبرة وياخذوا من خبرتهم ويكون في عندهم تواصل ومعرفة أكثر، حتى ما يوقفوا علمهم بس بالإجازة، لازم يكفوا بعد الإجازة. وهذا الشيء نحن بحاجة له بلبنان. هذا موضوع آخر رح نحكي عنه بعد شوي، أكيد لأنه في عنا نقص على ما يبدو بهالمجال، هيدا الممرضين والممرضات. صحيح صحيح. بعد في المشاركة اللي كمان كنا هاتفين لها، دونك قلنا ممرضين وتلاميذ ومجتمع عام، جميع اللي هو جاي يفحص كمان. صحيح، وأكثر من جاي يعرف جاي يفحص، نحن بهمنا أنه يتعرف على الممرضة، مش بس لما بيشوف الممرضة بعملها البسيط بالمستشفى أو بالمستوصف بتفحص دم أو بتعمل إبرة، بالعكس لازم يتعرف على الممرضة. ما شي تعمل إبرة. أي بس فعلا دور الممرضة تطور كثير بالفترة الأخيرة، وبعدين علميا صارت عم بتتابع دراسات متخصصة بكثير مجالات، يعني بالسكري صار في عندها تخصص، بالبنس صار في عندها تخصص، بكثير مجالات صار في عندها تخصص، وفيها من هالمنطلق تعطي إرشادات كثير صحيحة وتعطي ثقة للعالم باللي عم بتقوله. من هيك كان لقاء كثير حلو ومميز مع العالم، مع أفراد المجتمع من كل الأعمار، وكان في تواصل كثير حلو يسألوها وتقدر تجاوبهم، سوري، والجواب يكون ثقة لحتى ياخذوا ويعطوا معها، وبأكثر من استيضاح بحياتهم
اليوميه اللي خصوصي اللي عندهم امراض قلب او سكري او توابعه، دونك كانوا وعم بيلاقوا كثير مشاركه واجوبه ساتيسفيزونت لهم، يعني كانوا عم بيكونوا كثير ممنونين من اللقاء، وما كان عم يخلص اللقاء بسرعه. فعلا هي مرحله الارشادات والتوجيه كانت عم تاخذ اكثر وقت من ما نحن مفكرين انه بس العالم جايين بتحب تعرف، اكثر ما نحن مفكرين انه بس العالم جايين تيفحصوا السكري او تيفحصوا الكوليسترول، لا هي الارشادات والتوجيه كانت عم تاخذ كثير وقت، والعالم ما كانوا عم بيقوموا ينقلوا على غير كوست ابدا، كانت كثير حلوه. عظيم، قد ايه عم بتضلكم وقت بكل محل اللي عم تكونوا؟ بكل قضاء عم نطلع منبلش من الساعه 9 للساعه 4 بعد الظهر بمساندة البلديات، عم بيكون الموقع محضر، وأكيد قبل بوقت عم نكون نحن ديجا موجهين دعوات للهيئات الاجتماعية للمدارس خاصة لحتى التلاميذ يتعرفوا بكل الأعمار على هالمهنة، خصوصي الترمينالات، ويتوجهوا للتخصص الجامعي يتعرفوا عليه ويحبوا قبل ما يبلشوا فيه. بلس كان عم يتوزع فلايرز عن البروجرام بكل المستوصفات والمستشفيات والبلديات والمؤسسات الكبيره عدا عن المدارس، وكمان علقنا يافطات على كل النقاط لحتى يوصل الخبر فعلا على كل بيت. اوكي، هلا الثاني ستيب وين رايحين؟ ثاني ستيب رايحين على بعلبك ب 29 ايار، رح يكون اللقاء ان الله راد بعلبك. بنحب اكثر عدد يشاركنا، وبلشوا هلا بالتحضيرات على الارض لانه ما بقى في انتخابات وما بقى في عوائل. الفحوصات اللي عم بتصير هي دائما هول الفحصان يلي هن على السكري وعلى ال حنحكي اكثر، بدك نحكي عن ال إيه عن الارض شو يعني بيصير. اذا حدا هلا حابب يروح ما بعرف عنده مشكله معينه يوصلوا على الموقع، المفروض يتلفنوا ياخذوا قبل ابدا، مشاركه مجانيه بالمطلق. بيوصلوا على الموقع بيسجلوا جوست اسمهم، بياخذوا ورقتين، ورقه كبيره وورقه صغيره، ورقه بتبقى لهم، ورقه نحن بنستعملها لان حينعمل دراسه كمان على هالمعلومات اللي عم ناخدها. على عدد الدراسي بتحدد الأمراض بكل منطقة شو هي بتستفيد منها وزارة الصحة. هالورقة بتكون أنونيم ما في عليها اسم، بس جست للدراسي، والورقة الصغيرة الشخص بياخد عليها نتيجة فحوصاته. هيدي أول مرحلة، دونك بيتسجل، بينقل بعدين على عدة مراحل، بيبلش بالتوعية الصحية. في عنا توعية صحية للقلب، أكيد نحن بلبنان عنا كتير أمراض قلب، والعالم بتفكر حالها أنها نشيطة ونحن بنعمل سبارو، بس في عنا كمان أشياء مخفية وطريقة عيش منا كتير سليمة بكل الأوقات. دونك بياخدوا منحب ناكل كتير، نحب ناكل كثير، وطريقه اكلنا ابدا ابدا منا صحيه، حتى طريقه عيشنا. يعني بفكر الواحد انه عم بحكيكي مثلا بمنطقه زحله بفكروا حالهم انه نحن منطقه زراعيه وبنعمل نشاطات زراعيه وبنعمل سبور، يعني هيدا كافي للجسم. اور في عندنا نسبه امراض قلب كثير عاليه تبينت من بعد الحلقه واللقاء اللي عملناه. دونك التوعيه الصحيه بتبلش بالقلب، أنسويت بكفوا اللي بيحب عن صحة المرأة، وعن صحة المرأة هون في عنا كتير أشياء بتتخطى الفحص اللي العالم كله بتعرفه، بس عن سرطان الثدي والفحوصات الدورية بيوعوها أكتر على طريقة عايشة، كيف لازم تكون، شو لازم تاكل، أيمتى لازم تعمل سبور، فحوصات بأي عمر لازم تعملهم، على الأربعين سنة شو بتعمل، على غير عمر شو بتعمل، مثل الترقق العظم وغيره وغيراته. ننقل على المرحلة الثانية، في عنا توعية لصحة الطفل وخصوصي التلقيحات، وهون كمان منوعي كتير على قصة الحوادث المنزلية اللي كمان كتير رايجة عنا. نحن انه البيت هو أأمن شيء، ايه لا باركونت في عنا قصص الكهرباء، قصص النار، الحريق، الغاز، هول القصص بيوعوا عليهم. في عنا فقرة كتير حلوة ترفيهية مسلية وتثقيفية بنفس الوقت، فيهم يشتركوا فيها صغار وكبار، والأولاد إذا شاركوا كمان في عندهم قصص بيشتركوا فيها وبيربحوا فيها، يعني بيربحوا بكذا مرحلة، وبعدين بياخدوا هديتهم بالآخر حتى نحمسهم. بعدين بننقل على مرحلة فحص الضغط والبي ام اي، فحص السكري، وهون مشكوره جونسون اند جونسون عم بيرافقوكم، عم بيرافقونا بكل الاقضيه ومأمنين للادوات اللازمه للفحوصات.
بعدين بنيجي على فحص الكوليسترول، واخر شيء بيسلمونا الورقه الكبيره وبيخلوا الورقه الصغيره لهم. وهون كمان بعد بحب زيد شغلي انه كانوا من بعد ما يمرقوا على مراحل التوعيه الصحيه بيحال وصلوا على الضغط، والشخص مش عارف حاله انه عنده ضغط او انا هالقد السكري عندي او يرجعوا نرافقهم على التوعيه الصحيه، ويرجعوا يروحوا ياخذوا ارشادات ويصير عندهم بعد اسئله اكثر، وياخذوا يعطوا مع الممرضين اكثر. عظيم، يعني المشروع طويل، بسم الله عليكم. ايه. نهار واحد يمكن ما يكون يأدي لكل هالأمور. ايه صحيح الأمور. صحيح، لأنه عم نبلش بالنشاط وعم بيكون في كثافة مشاركين كتير قوية. طيب. بلشنا بالأول وفزعانين إنه ما يكون في تجاوب من المجتمع وما نلاقي كتير عالم. لا، الناس بالعكس، الناس بدها تعرف، كتير وفي كتير ناس نحن بنعرف إنه الأوضاع صعبة كتير بلبنان، وفي ناس صحيح بتحب تسأل، يمكن ما قدرت تتوجه عن طبيب، ما قادرة حاطة يعني مثل ما بيقولوا الهم، يمكن وقاعدين مظبوط يعملوا حساب تيروحوا يعملوا فحوصات. بالضبط، هي فرصة إنهم يعرفوا، يسألوا، يطرحوا، يجيبوا يمكن أي نوع دواء هن لازم ياخذوا إلى آخره. صحيح. هل في أطباء عم بيرافقوكم يدعموكم؟ نو نحن ضروري يدعموكم. داعمينا معنويا، مشكورين كثير للاطباء، بس هون حبينا نحن الحمله نعملها بس التمريض وبس، لحتى عن جد العالم تعرف انه الممرضه هي عنصر اساسي بالفريق الصحي. بطلنا نحكي عن فريق طبي، نحن صرنا نحكي عن فريق صحي، فيه الطبيب، فيه الممرضه، فيه الفيزيوثيرابيست، فيه كل الاشخاص. دونك الممرضه لها دوره وفيها تعمل دوره للاخر، يعني الارشادات اللي بتعطيها هي مبنيه على علم وعلى شهادات جامعيه عملتها. صار في 10 ثواني بديك تقولي انه عندنا نقص بالممرضين والممرضات، ليش عندنا نقص؟ أكيد. وليش الناس ما عم تتوجه الى هالمهنه هاي؟ صحيح، عندنا نقص كثير، لانه البيئه الحاضنه للممرضين والممرضات ما فيها كل الشروط يلي فريمون بتحضنهم وبتخليهم يكونوا مرتاحين. يعني الشغل بالمستشفيات بدوامات كثير طويله، بمعاشات كثير قليله، بستريس كثير قوي. الممرضه بينطلب منها تعمل شغل غير شغل التمريض وبس، يعني هي بتتعاطى مع كل الجهات بالمستشفى، اداريه، اقسام، غسيل، مطبخ. دونك بينطلب منها كثير اشياء تنظيميه، من هيك الستريس عليها كثير قوي. بلس في شغله كثير مهمه، وهلا مشكوره للمستشفيات ونقابه المستشفيات عم يشتغلوا عليها، ليرجعوا يبرمجوا على الراشيو بين عدد الممرضين وعدد المرضى. وهون منهم هي وحده من الاشياء يلي كثير بتضغط على الممرضه، لان مش كل المستشفيات بتحترم العدد، انه هالممرضه لمريضين مثلا بقسم العنايه الفائقه او خمس مرضى بغير اقسام. يعطيكم الف عافيه. اذا المحطه التاليه هي دي لربي بعلبك ب 29 ايار، رح يكونوا ناطرينكم. اهلا وسهلا فيك كمان مره. بريك صغير، خليكم معنا.